إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذه هي حقيقة الصوم في الشرع. قد نقلت الشريعة هذه الحقيقة اللغوية من المعنى العام للإمساك إلى إمساك مخصوص، ومن هنا عرف العلماء الصوم الشرعي بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص بنية مخصوصة. فالإمساك إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وهذه هي حقيقة الصوم في الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال العلماء رحمهم الله إنه ذكر في الصوم الامتناع عن نوعين من الشهوة: النوع الأول شهوة البطن من الأكل والشرب، والنوع الثاني شهوة الفرج من الجماع. فهذه هي حقيقة الصوم. وأما قولهم بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل كأصل في العبادة، والنية الخاصة التي تميز كل عبادة عن غيرها، ففي الصوم تميز فرضه بعضه عن بعض وتميز فرضه عن نفله، فينوي الصائم صيام واجب من رمضان أو كفارة أو نذر ونحو ذلك، وكذلك أيضا يميز صومه عن الفرض بصيام النافلة سواء كانت مقيدة كصيام الاثنين والخميس أو مطلقة كالصيام مطلقا. فهذا هو الصوم الشرعي، إمساك مخصوص من شخص مخصوص، وهو الذي تصح منه هذه العبادة.